إذا عبد الرزاق، هذا الفيلم الوثائقي ستقدمه قريبا هذا الأسبوع هنا في المركز الثقافي الجزائري في باريس أيضا، وسبق أن قدمته في الجزائر. تمام، فقدمناه في عرض أولي في مدينة تيزي وزو في الصيف الماضي، وراح يكون عرض ثاني هنا في باريس في المركز الثقافي يوم الجمعة القادم 11 جانفي على الساعة 7 مساء. فالدعوة للجميع، لكل محبين في فريق شبيبة الجزائر والكرة الجزائرية بصفة عامة، يعني الدعوة مفتوحة للجميع، وأمل أن يأتي الجميع لمشاهدة هذا الفيلم الذي هو ليس فقط عن شبيبة القبائل، لكن يلخص لنا حتى فترة من فترات الكرة الجزائرية التي كانت في وقت من الأوقات كانت لها مجد كبير، خاصة في الجزائر وحتى في المستوى الإفريقي ومستوى البحر الأبيض المتوسط. يعني في هذه الفترة أيضا فريق شبيبة القبائل فاز بعدد من الألقاب الإفريقية، قرية يعني حتى نتائج عموما تراجعت كثيرا في الفترة الأخيرة. مولود عبود، بالنسبة للفريق كيف كنت تفسر ذلك أنت؟ والله نظن بأن في العشرية الأخيرة كانت تسير كان مش منطقي، يعني ما كانش على مستوى سمعة شبيبة القبائل. هناك من يقول أن الفريق فقد هويته. ما نظنش بأن فقد هويته، وما نظنش لأن ممكن اللاعبين اللي كانوا في ممكن اللاعبين، ولكن الأنصار ما يفقدوا أي شيء. اللاعبين ممكن ما كانش عندهم هذيك الحرارة، هذيك الرغبة، هذيك تاع الدفاع عن الألوان، لأن اليوم الكل يعلم بأن اليوم كل شيء أموال، كل شيء يعني فلوس، يعني كل اللاعبين يلعبوا على فلوس، ما يلعبوش الأكثر على الهوية كما قلت، ولا على الألوان الفريق. ولكن نظن شبيبة القبائل 3 سنوات أو 4 سنوات الأخيرة يعني نقول بشجاعة، والعام اللي فات مع مجيء رئيس ملال استطعنا يعني باش نخرجوا يعني الفريق من هذاك السقوط. النتائج افضل بكثير، يعني النادي حاليا يحتل المرتبه الثانيه. اليوم النتائج يعني احنا اللي قلناها ومازال نكررها مره اخرى، احنا قلنا اليوم الفريق استرجع الانصار تاعو واسترجع الممولين تاع اللي كانوا في الاسبق كانوا يمولون في الفريق، اليوم رجعوا بقوه، لان هذا هو نقول الحاجه الاساسيه يعني اللي ممكن الفريق يكون محترف، الأموال والجمهور والطاقم الإداري والفني واستقرار في كل ذلك أيضا. استقرار الحق، يعني رغم النتائج يعني السلبية اللي تحصلت عليها شبيبة القبائل منذ يعني 3 مقابلات، ولكن استقرار بقى، والأنصار شبيبة القبائل مازال أمنوا بالمشروع، لأن كلهم اليوم يتكلموا على المشروع، ما يتكلموش على نتائج سواء كانت في الميدان أو خارج الميدان، ولكن يتكلموا إلا على المشروع. والمشروع كل الأنصار، كل محبين الفريق أمنوا بهذا المشروع اللي جاوا به رئيس ملال. هل روجتم لهذا المشروع تحديدا، يعني الجميع على علم أم ليس بالضرورة؟ يعني هل تحدثتم إلى جميع أنصار النادي وقلتم لدينا مشاريع قوية، هذه هي المشاريع سنفعل؟ يعني في الأول تكلمنا غيرت جذري، يعني 80% تاع الفريق عودناه وين حنا تصرف مع شبان كاين شبان تاع الفريق، كاين شبان
اللي جبناهم من الفريق الاخرى اللي عندهم مميزه كبيره تاع اللعب في ارضيه الميدان. وين احنا قلنا لهم رانا في العام هذا سي لا ترانزيسيون لازم اون فوا جوي لوبجيكتيف العام هذا سي لو مانتيان. ما هو الهدف؟ سي لو مانتيان صافي دير يعني بقى يكونوا فريق بقى في فوالا في الدرجه الاولى يعني. كان شبيبه القبائل منذ 5 سنوات تلعب يعني على السقوط لتفادي الهبوط لتفادي الهبوط. وحنا قلنا راح نديروا مشروع يعني على 3 سنوات 4 سنوات راح تكون نتائج يعني راح تكون يكونوا كما يقول لك الالقاب. ونحنا مشينا بالعقليه تاع لا فورماسيون. قلنا لازم دوك حنا كعملنا ما عملناش غير الفريق الاول, عملنا الفريق الثاني عملنا كل الفرق الشبانيه تاع غيرنا في كل الفرق الشبانيه تاع شباب القبائل. بخصوص اخبار نادي شباب القبائل بودي نتحدث عن ثلاث مواضيع فقط مع النادي قبل يفوتنا الوقت. ربما بما انك معاقب وتنتظر اليوم عقوبه الطعن في حاله ما اذا الطاس رفضت رفع العقوبة عليك, هل ستتخذ إجراءات أخرى سيد شريف ملال؟ إن شاء الله دوك نشوف القانون تاع الفاف ولا عندي ثاني حظ نح بعيد. أنا يعني قلت لهم أنا نح وين الطاس دولي وبعدها الفيفا؟ إيه ولا عندي الحق باش نروح للطاس الدولي والفيفا يعني. واضح. قضية ثانية سيد جمال أنا على حقي, أنا ما سمحش في حقي, أنا عارف حقي 100%. القضية الثانية سيد جمال رشدي اللي هو زميلنا الصحفي وهو الناطق الرسمي باسم النادي الهاوي لمدير الجزائر, كان في تصريح ربما اتهمك ضمنيا وانت باستعمال الرشوة الموسم الماضي لإنقاذ فريق شبيبة القبائل من السقوط إلى القسم الثاني, أنت اتخذت إجراءات ورفعت ضده شكوى قضائية, هل هذه شكوى سارية مفعول وما هو مستقبل هذه القضية؟ أنا نقول ولا هو قال هذا الكلام هو اللي تعامل بها, أنا جامي تعاملت بها وأنا On s'est engagé. أنا جلي أتاكي أون جوستيس, أنا ما نسمحش. أنا رفعت دعوة قضية رسميا. رفعت دعوة قضية رسميا ونح معها ثاني بعيد أبعد ممكن. يعني وش هو أبعد ممكن؟ أبعد ممكن. سؤال يعني ثالث. قضية تاع المحكمة. سؤال ثالث, الاتحاد الجزائري لكرة القدم سمح لكل الأندية بانتداب 5 لاعبين يعني 5 إجازات. شباب القبائل لحد الآن تثبت 3 لاعبين. إيه. هل لنا أن نعرف هوية اللاعبين المتبقيين؟ طموح أنا ما بوليتيك سي با دو لا عطينا اسم يعني خلينا نهضر سياسة تاع الفريق. ماشي حنا سياسة تاع الفريق باش تاع التكوين, ما حنا ماشي سياسة كل عام نجيب 5 10. أنا يعني اليوم تقول لي شباب القبائل أنا كيف عندي فريق اللي خلاني نكون في مرتبة ثانية يعني باش نعاود نبدل الفريق اللي يخليني في نفهم من كلامك ان شباب القبائل لن تستعمل الاجازتين المتبقيتين, هذا كلام رسمي من رئيس شباب القبائل. كلام رسمي مش رئيس شباب القبائل, المدرب يعني ولا شاف المدرب لازم نزيدو نجيبو ما زادش ولا ماشي لازمش ما نجيبش. الان ما كنتش تسالك مع حتى لاعب, اعطيني خبر. ما كان حتى لاعب ما نبيعش الاوهام, ما كان حتى لاعب باش نجيبو يا شباب. عندنا لاعبين سي لي ميو جوا دو شامبيون تاع الجزائر اللي عندنا, كيفاش نروح نجيب بالعباس؟ ناخذ المثال بالعباس يتلعب على البقاء, نجيب الشباب كيفاش يقول لك احسن منهم. يعني كنتوا انتم تقدمتم بعرض لفريوي مثلا الذي وقع شباب لمدير الجزائر؟ ما تقدمناش بالعرض اللي فيه, وتقدمنا العرض اللي فيه ولا في الصيف اللي فات, وحنا البيبان مغلوقين على فيه واحد اللي عطانا كلمة يعني باش في الصيف اللي فات باش عطانا موعد باش نمضوا العقد ما جاش, خلاص حنا مغلوقين. حنا ما لا جياسكا سي با زينو تسوكو اللي يروح ما ينجحش يولي لا تخليتم على بالعلجية في ظروف يعني واضحة, هل ستتخلون أيضا عن لاعبين آخرين؟ هل لنا نعرف أسماء؟ حنا اللاعبين ما يدخلوش في سياسة الفريق. حنا بالعلجية لم يكن يدخل في سياسة الفريق, كاش يدخل في سياسة الفريق كلش واضح. وبعدها أمضى في فريق كبير اسمه مدير الجزائر. أنا دوك ولا ما على باليش دوك وين مضى وين راح. لا مضى في الجزائر رسميا. إيه حظ التوفيق كما يقولوا لبناء الجزائر في مولودية الجزائر. والله جاسكا عندها دي جون اللي راهم يبروغريسيو اللي راهم يخدموا اللي رجعوا لهذو الناس اللي راهم ينتقدونا على 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 كما يقول لك على ريكروتمون. انا نقول عندنا فريق صغير متكون متماسك
ان شاء الله نلعبوا نو شونس افون. سيد من الله رايك يهمني واخر سؤال وديع لو سمحت. تفضل. بخصوص نغلق صفحه الملعب بخصوص قضيه اخرى. قضية شباب الوزداد اليوم الطاس سيفصل ايضا في قضية ثلاث نقاط، ما رايك في قضية شباب الوزداد وثلاث نقاط سيد ملال؟ انا واش نقول، ولا عندها حق ولا هي على حق تدي حقها؟ انا لازم تدي حقها، انا نساند، انا نساند شباب الوزداد يعني، انا نساندها ولا هي على حق انا نساندها. واضح. طيب نعود الى شبيبه القبائل بعدما يعني كانت صفحه ميركاتو مثمرة بأننا نتحدث عن ميركاتو. بالنسبة للاعبين القدامى أيضا هناك بعض، الكابتن مولود عادة، ولكن هل هناك لاعبين سابقين آخرين سيأتون لينضموا إلى المشروع مثلا ضمن الأكاديمية مثلا؟ لا، أكاديمية قلت سابقا، قلت بأن فرجاني تحدثنا عن علي فرجاني، إذا هناك إذا أمضى العقد مع الإدارة وقبل باش يكون يعني على رئيس هذه الاكاديميه، راح يكون لاعبين قدماء مثل بالاحسن اللي تصل به الام لا بريوريتي الافضل او الافضليه او الاولويه تعطى للاعبين القدماء في الطاقم الاداري ثاني. في الطاقم الفني اليوم عندنا كعروف، عندنا راحو، عندنا يطهر، عندنا مارك، كل هذه الاسماء هذو لاعبين قدماء تاع شبيبه القبائل. شريف ملال رئيس شبيبه القبائل قال بان كل الابواب مفتوحه لكل لاعب قادم من اللاعبين القدماء اللي يحب يعطي افضل، يعطي اضافه جديده ولا حاجه جديده للفريق فليتفضل. كل الابواب مفتوحه لكل لاعبين شبيبه القبائل. وديع قد يتنقل البطوله الفرنسيه، تحدث عن الدول شتي. احنا ما كاش الاتصال رسمي، اتصال رسمي يعني، كاين الصحف تكلم على اتصال من نادي تونسي من نادي العربي. احنا قلنا يحب يتصل 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 الإدارة، وحنا الشتي راح ولا كاين كونتاكت راح نعطيه يجي الإدارة. فوالا يجي الإدارة ويروح ما يروحش للدول العربية. كنا سعداء جدا باستضافة رئيس نادي شبيبة القبائل سيد شريف ملال والناطق الرسمي إذن اللاعب السابق مولود عيبود. شكرا على كل شيء عبد الرزاق. شكرا، شكرا جزيلا أيضا عثمان لبلال يزك وكل من ساهم في إخراج هذا البرنامج. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء. شكرا. يجد الآباء صعوبات بالغة لتربية أبنائهم، وحين يمتنعون عن الشراب يغالون في التساهل معهم، وحين يعودون إلى الكحول يهملونهم تماما. حين يفرط آباؤنا في الشراب يقولون لنا أشياء رهيبة، إنهم لم يعودوا يرغبون بوجودنا مثلا، أو إنهم يتمنون موتنا. حين تعرض شقيقي للخيانة من طرف صديقته أحس بأنه وحيد. أزور قبره دائماً لكن لا شيء يعوض غيابه.